بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلفرح ذم قرآن نرزد في اللون وما كن قرني ثقفيليث أن ديز والول إذ بعيث ضار أن ديز والول اتبع ثضار فالقلب يسبق البدن أن ديز والول أثذبع ضار فالقلوب تسبق الأبدان إلى هذه البلدة الطيبة التي سجلت حضورها عبر التاريخ أثور ثلان ورغفنالا حضرا عبر التاريخ الجزائري المشرق. هذه المنطقة، هذه البلدة الطيبة المباركة ورثغفارة ثلا تحضر حيث يحضر الرجال الشهود، لأن إقامة الشهادة ليس بالأمر الهين. الدليل في سورة البقرة الآية 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. آية واحدة عجيبة، والقرآن كله عجب. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أمة الإسلام مطالبة بالشهادة، لازم في الآية تكليف وتشريف. ربي شرف الأمة إمي إجاليتها تشهد فيها، هذا شرف ما بعده شرف. إف كيس ربي القدر، إف كيس ربي أزال باش تشهد. أمة الإسلام هي اللي تشهد على أمة نوح شيخ الأنبياء، هل آمنت أم كفرت، هل كانت طائعة أم عاصية. وأنتم تعلمون تاريخ شيخ الأنبياء اللي هو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، كما تشهد على أمة موسى ويونس ويعقوب وعيسى الجميع عليهم الصلاة والسلام. هذا شرف، لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك هذه البلدة الحمد لله كانت شاهدة وحاضرة ولم تكن غائبة. وأنا في الطريق أفكر، يا عجبا ولد فذرغ، أد فذرغ الشيخ الفضيل ماذي ثروك زي الله في الرجولة موجود. نبدأ بها، ما بديت لا بالفقه ولا بالدعوة ولا. الشيخ الفضيل الورتيلاني كان حاضرا، العمر قصير كما تعلمون، 1900-1959 دروس ولي عشرة طاس، ولكن ذي ثروك زي لا. قد يتساءل أحدكم علاش بديت بالرجلة، هذه اللي نحتاجوها بزاف. ثم ربي هو اللي قال، سورة الأحزاب واش قال؟ من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نقول لكم سر، في الأزهر الشريف في سنة من السنوات بالضبط في 1984 تحدث
علماء أقطاب وذكر كثيرا. وتشعر بوحد الشموخ، شموخ الجبال الرواسي، وهو يذكر هذا الرجل. وذكرت رجولته ذيرغاز وقرن استقبايليث شباحة برغاز سير رقزة وتكمل ناس شباحة برغاز سير رقزة. جمال الرجل في رجولته، والإسلام يصنع الرجولة. ربي قال في القرآن: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. في الرقزة ذكرت كثيرا في الوحيين في القرآن والسنة، كان حاضرا في هذا المجال، كان حاضرا في مجال الدعوة إلى الله، كان يدعو إلى الله كما قال ربنا: بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث حل وارتحل. واستفاد من سيرة والده محمد سعيد ومن سيرة جده حسين الورثيلاني المعروف. طبعاً لا يكفي الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 125. إذا تحدثنا في الفقه، كان حاضراً في الفقه وكان مجادلاً لكثير من العلماء، اعذروني لا أذكر أسماءهم، ربي يرحمهم جميعاً، مناقشاً بالحجة والبيان في بعض المسائل الخلافية الفقهية، وكان أصولياً ممن تشبع بعلم جليل أصيل، علم الأصول. كي نذكر الشيخ الفضيل الورثيلاني، نذكر الشيخ المولود الحافظي، ونحن صغار كانوا يقدم لنا الرجل الشرعي الفلكي، فكنا نتساءل كيف يجمع بين هذه وتلك، بين هذه الحقول المعرفية. ولكن على حساب أكل النظرة أثور ثيلان زمرني لشغله، ماشي ميقلي زدثون ولكن تيتسقلان. التاريخ هو الذي أنبأنا، والتاريخ أستاذ شاهد. إذن بذرغ سين زماد بذرغ عشرة عشرين ثلاثين إمسناون العلماء إقلان ذي ثمورثاقيون بلا شك زرعان سن ثمغين. لا يمكن نقلا ولا عقلا المنطقة التي أنجبت هؤلاء الأعلام لا يمكن أن تتخلف، تنجب عبر التاريخ من يخلفه. ربي دينان ذي القرآن في سورة الحشر الآية العاشرة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والفضل للسابق وإن أحسن اللاحق. وما زال المنطقة حاضرة بعلمائها برجالها بنسائها سلعقل إنسان سيسمون يعني اسمو يمسنون إنسان يعرضين إنسان اللان وذيلين أكا الملك في الدنيا. هذا كوني فارك ربي في الدعوة ون أقلغ نرزد في اللون أن ديزوالو نذبعث ظهر الموضوع أهد ندم سي القرآن. أربي ذي القرآن الكريم يناد ذي الآية 128 من سورة النساء، يناد والصلح خير. نسيغ ديننا هو الأربي اللي قالنا قال لي الخير في الصلح في كل شيء. البشرية قاطبة، لو كان تتمثل هذه الآية لحققت السلم العالمي. أي وحدة ربنا ما قلناش ما تختلفوش، البشر يختلفون في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، مجال المال والأعمال والثقافات عادي،
ربي سبحانه هو اللي قال في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بعد عطانا ربي معيار عادل أغرفال امتذت زدين يصفان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمجال مفتوح أم كلي ونكن يفغى ومذان أذيالي ذي الدرجة علين أذي سعو التقوى يا رسل ربي سبحانه يكون عنده يوثق صلته بالله فيرتقي في مدارج الكمال البشري. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن ربنا سبحانه ما قالش ما تختلفوش، قال اختلفوا كما حبيتوا عادي. الناس يختلفون داخل الأسرة الواحدة عادي، ذراري الإخوة يختلفوا، يختلفوا على الرأي ماشي غير على الحانوت والماتريال، لا لا، على الرأي، الرأي يختلفوا، يختلفوا على الميراث، يختلفوا على الإنفاق، يختلفوا على تسيير دار الأسرة عادي. وما يحصل بين الأفراد الأسرة يحصل بين الزوجين، يحصل بين الجيران، يحصل بين دشرتين، بين قبيلتين، بين دولتين، بين الشعبين عادي. هذا الأمر ماهوش، ولكن ربنا جل جلاله أراد منا الخير، قال كي تختلفوا روحوا الكلام ربي تفريوها بلا تحديد لطبيعة النزاع. الدليل موجود في سورة النساء في السورة نفسها الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون، نفي كمال الإيمان إلى بثلاث شروط. الشرط الأول حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ربي قال فيما شجر بينهم، ما قالش نزاع عقاري ولا نزاع اجتماعي ولا تجاري استثماري، قال فيما شجر بينهم. الشرط الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، تحكيم الشريعة. الشرط الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا يسمى التسليم الباطني، الرضا بحكم الشريعة بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث ويسلموا تسليما، هذا يسمى التسليم الظاهري، تنفيذ لمقتضى الصلح بلا إشكال في التنفيذ كما يقول القانونيون. ولاش الإشكال؟ أتفروا استقبالي فقارن ولا شهور أورنسعي في فراف خطر ثقبالي في الساعة زرر الشرعي ثكني الدوكولنت ذي مزورة ديننان أن ديضرا وهور الخلاف النزاع أسيني نرزد في اللون أن جفر أيني قرزن أن فنو أيني هدن أن زيزدي أولون إلوغن مزديث أولون أذشبحن وذماون. عجيب، تحدثوها فصيحة، تقبيليث فصيحة تحمل جواهر ودررا. انظروا إلى هذه الصلة الوثيقة بين ثا شرعيث أو تناصليث أو ثا جديث، وهي التي ترجمها علماؤنا وذكرت منهم اثنين هنا وغيرهما كثير. أكدنا ربي سبحانه هذه آية في سورة النساء باش كان غد فكن المعنى اللي دينا ربي والصلح خير. أغدي قار ميث مخلى، فهم؟ أما على مستوى الأسرة، على مستوى الدشرة، على مستوى الحومة، على مستوى الأمة، خطر الإسلام ينظم الحومة وينظم الأمة، هذا أمر عجيب. الشرع ربي
أعطى قيمة للحومة، ذراري يحبوا الحومة نتاعهم عادي. كلما تعددت الانتماءات تعددت الالتزامات. قاعدة، واحد منا ينتمي إلى حومة، عندك التزامات في الحومة، إذا كان قالك لازم نديروا النظافة للحومة شارك، لأنك تلتزم باش تنظف الحومة نتاعك، زيزدي الحومينك أنت تضغط. ثم تتمدد، نتمدد ثم تتعدد هذه الانتماءات، ننتمي إلى ثدرث، هنسى ثدرث، ثدرث نسى الالتزامات تجاه ثدرث. أذروم، أذروم الوطن أيضا، ها التزاماتنا تجاه الوطن، التزاماتنا تجاه الأمة أيضا، نحن ننتمي إلى أمة اسمها أمة الإسلام. ربي اللي قال في القرآن في سورة الأنبياء الآية 92، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون الآية 52، وأن وإن قراءتان، هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. سورة البقرة الآية 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المنهج الوسط للأمة الوسط، بمثاقث الذي تقبيلت ها للجديد الوسطية، ثالماس ثقرنيث تساكث قرنيث ثالماس تقمذ الخالي. لفت انتباه إلى أهمية الاعتدال والوسطية في حياة الإنسان، في حياة الأسرة، بل في حياة الأمة. الآية 143 سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، استناوا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هو الرسول يشهد علينا، يا إما للفايدة نتاعنا يا إما يا لطيف، لا ندري. إذا كنا سواسوا الرسول يفرح بينا ولا لا؟ لا. إذا كنا يعني خرجنا من طريق، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أو كيف هو الرسول يحزن علينا لأنه هو يحبنا كثيرا. الدليل أنه بكى. نرجع مرة أخرى سورة النساء، الآية التي أبكته هي الآية 41 من سورة النساء، كي كان قال الصحابي الجليل قالوا اقرأ علي القرآن، قالوا أقرأ عليك وعليك أنزل. شكون عنده كوراج قال القرآن قدام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أقرأ عليك وعليك أنزل، ولكن رفع عنه الحرج، قال اقرأ، أحب أن أسمعه من غيري، نحب نسمع القرآن من غيري. ابدأ الصحابي يقرأ، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى نوصل الآية 41 من سورة النساء، قالوا حسبك، أحبس ذلك الصحابي. ناك نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان الدموع، ليت سرو. الآية التي أبكته شكون هي؟ الآية 41، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. موقف جلل، ماشي سهل باش يجي النبي عليه الصلاة والسلام يشهد. ها وكيف والمسلمين وعلى بالكم، كاين اللي الله الله ما شاء الله، وكاين اللي ربي يستر. والدموع كما يقول العلماء تعليقا على هذه الآية، قال كي اجتمعت دموع الفرح مع دموع الحزن، هذوك المسلمون اللي شرفوه، أقصد الذين شرفوا أنفسهم بل تشرفوا بالإسلام، بين قوسين الحسن البصري، ناس فلان حامل حافظ للقرآن،
أوينيس القرآن هو الذي يحفظه، فقط جرى على ألسنة الناس نقول فلان حافظ القرآن. يا ولدي القرآن هو اللي هذا الحسن البصري بذكائه وفطنته قيل له فلان حافظ القرآن، بل القرآن هو الذي يحفظه. أقول النبي صلى الله عليه وسلم كي يشوف هذوك المسلمين اللي ناجحين بسم الله ما شاء الله فرح وبكى فرحا، والاخرين بكى عليهم حزنا، وهذا امر طبيعي. استقبالي قارن استقبالي ما فراغتوث سيدي مسلينا. وعلى بالك من خصائص اللغه الامازيغيه انها جوج كلمه ثلاثه تقول كلش، خير الكلام ما قل ودل. والحمد لله اجدادنا اعطوا قيمه للعربيه وهي وعاء القران، نعم، فكانوا يعلمون تجرم في الأجرومية ويعلمون عيون الأدب باش المنطقة تتشبث بالوحي الطاهر، وقد كانوا كذلك والحمد لله. ولكن في الوقت نفسه لا يفرطون في تقبيليث كل يونام كيتيت مسلاي مثرع ذاتوث كلمتان واش نفهمونها مثرع ذات جناوث إجني ما يرعد أديف كل هو ولا لا لا. فترى الودق يخرج من خلاله أي المطر، نثر عدثاسة أديف كم طون الرعدة كي ترعد في السماء ولا في الكبدة ولا لا لا. ميم سقبي قرنك الفلاني تسرو إم طون تاسة واحد عزيز ما تعنات تبكي، وكي يجيك خبر مفرح أيضا تبكي. عليه بكيت الدموع هي ولكن تختلف الرعدة هذيك نتاع الكبدة. واستقبالي في قرنك ما فرع ذا سوث. والشاعر العربي نياس يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الآية التي أبكته هي هذه أي 41، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الآية نربطوها بالآية 140 من سورة آل عمران. هو ربي سبحانه يداوي فينا، هو على باله ربي سبحانه علام الغيوب، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون. سبق في علمه الأزلي أن الأمة ستصاب وهي أصيبت حقيقة في كيانها بكسر الكاف، في كيانها المادي والمعنوي. خذينا ضربات كثيرة كأمة، ولكن الأمة لن تسقط، لن ما تروحش، لن تزول. علاه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في مستدركه قال أمتي أمة مرحومة إكفوال، وعند الإمام أحمد إن أمتي أمة مرحومة. وربي قال في الآية 140 وقبلها بدأها من يوم الآية 137 ولي قل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعد وش يقول ربي سبحانه إن يمسسكم قرح، قروح، قروح حضارية، قروح ثقافية، قروح اقتصادية، خذينا قروح كأمة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. نجمع هذه الآيات فيظهر المشهد جليا. إذن يا الله صرى واش صرى، أنسمعوا الآن إلى الوحي. ربي سبحانه قال واش عندكم من خلافات، لأن النزاعات تدمر الطاقات، لأن النزاعات تكثر من الفرص الضائعة. أنا عامه الفرص الضائعة في جميع المجالات، في جميع المجالات،
في المجال المعرفي العلمي، في المجال السياسي، في المجال الثقافي، في المجال الإعلامي، في المجال التشريعي، في المجال الرياضي. في الرياضة على بيني وبينكم يعني باش يفرحوا شوية الشباب، كي يكون جوار لاعب فصفص مع الجول وما يماركيش، يا أخي تزعفوا. علاش تزعفوا؟ أنتم ما تجاوبوا، تقول يا عجبا راك مع فاصافاص مع ال وما ماركاش البيوت. علاش نزعفوا كيما يضيع فرصه واحده؟ كم ضيعنا من فرص في المجال الاقتصادي، في المجال العلمي، في المجال، ضيعنا فرصا كثيره جدا، ضاعت منا فرص حضاريه، فرص الاقلاع الحضاري ضاعت منا. معليش نتالم لاعب ما سجلش الهدف، عادي يا اخي غضغ الحال، ودي فوا تسمع يعني يصقى في الباطيمه، الباطيمه تزلزل، او كيما او بينالتي، بينالتي زعفوا كثر على بالك. انا سقسيت لي جون قال كذا كان بينالتي يزعفوا كثر، يسمى بينالتي عندك الوقت وتركز وما يماركيش، احيانا يرميها الفوق راحت قاع، يعطيها للسبيكتاتور كاع. هذا الجوار لو كان ما يديرلوش حمايه بالك يعطيو له بالتربولات، صح. وكان بعض اللاعبين اليوم نفرح شباب مليح، معليش كاين لي جوار يقول لك ما نحبش الماركي بينالتي، ما نحبهاش خاطر الدنيا كاع تخسر فيا كاع، وعنده الحق. ديو احيانا مرضوه مسكين بهذوك النظارات، ومرة قال لك تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وقال لك انا شوف السبيكتاتور كاع غزروا فيا، قال لك راحت لي كامل. معليش هذه بين قوسين. اذا المراد نريد، هي رسالة، نريد ان نقلص من دائرة الفرص الضائعة، هي الرسالة. مانيش نقولوا ما نديروش فرص ضائعه، لا لا، هاني قلت التقليص من دائره الفرص الضائعه. اذا كنا نضيعوا 100 فرصه نوليو نضيعوا غير 90، شويه شويه 80 60 نوصلوا حتى 10، وهكذاك الحمد لله. وهذه مما يزرع الامل الذي يدفع الى العمل. يلا بعض النصوص باش نشرحوا برك ما نوصلوا خير. صوره واحده برك نبقاو فيها، الايه 128 سمعتوها جزء منها، والصلح خير. الايه 65 سمعتوها، فلا وربك لا يؤمنون حتى اخر الايه. الايه 114، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. الايه 114 من سوره النساء. الآية 35 من سورة النساء، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والأحاديث لا نحصيها كثيرة، منها أشهد الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه، رقم الحديث 2693. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن نزاعا قد وقع بين أهل قباء، أم بعد وش قال لهم؟ قال لهم اذهبوا بنا نصلح بينهم، ما قال لهمش روحوا انتم وحدكم وفريوها، لا لا، قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. أولا هو إمام المرسلين وإمام المصلحين، تقدم الصحبة الكرام في أمر الصلح. اثنين، بادر إلى الصلح قبل فوات الأوان، قبل أن تتعقد المسألة جدا، لأن النزاع مثل النار كي تشعل إذا كان في بدايتها يسهل إطفاؤها، ولكن بعدين تكبر تولي واعرة إلى آخر. نصلح بينهم عملية جماعية، أكن تدنوا في هذه الجديث ثلاثة جماع، لن العقال، لن عرضيان، لن شيخ الجماع، لن كل هؤلاء يتعاونون ماشي وحدهم. درك الان كاين علوم ومعارف، زيك لا النيه
الشيوخ نتاع الزمان يفريو بالعين، يقول لك انت تدي قطعه ارضيه، انت قطعه ارضيه درك. لا لا درك يقول لك جيب لي جي بي اس، دير لي اعطي لي رابور ديكسبيرتيز، انا لازم ليكسبير عادي. هو النبي ربي سبحانه هو اللي قال فاسال به خبيرا. اذا ما كاينش عيب تتنوع الادوات والوسائل، ولكن المقاصد هي هي. لذلك فقهاؤنا قالوا أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالوسائل ولكنها تتعلق بالمقاصد والغايات. إذن الخبير ربي ولا ينبئك مثل خبير. إذن لا حرج، بل ويجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة شرعية. تتلقى هذه الهمم والكفاءات وأصحاب الرأي وأصحاب الحكمة يتلاقاو باش يحرصوا القيم، ماشي ما هذا الخير هذا كي قال ربي يصلحوا خير. أولا لإنهاء النزاع مهما كانت طبيعته، هذه رقم واحد. اثنين من أجل القلوب تتغسل، ما كان لا غالب لا مغلوب، فرحناك خاطر ربي قال وصلحوا خير، ديس الخير. في ثلاثة قال مستقبلتها ونجاني قنجان. في ثلاثة تدريب الناس على تعلم التدابير العلاجية لإنهاء النزاعات، وفي الوقت نفسه تدريب لهم من أجل تحصيل التدابير الوقائية، والوقاية خير من العلاج. مقاصد كثيرة وثمرات كثيرة لا نحصيها. إذن هذه القيمة، قيمة الصلح، كلنا عندنا مسؤولية نغرسوها في قلوبنا، في عقولنا، في قلوب أولادنا، طلبتنا، رواد مساجدنا، يثذرين النار، في لوين النار، أكل من الله يوك ثانية غوك ثمسالت أكل من الله. ونتمنى أن هذه القيمة تتمثلها أمة الإسلام لإنهاء نزاعاتها بكل سهولة، تملك رصيدا لا يملكه إلا هي، غير هي أمة الإسلام. يا سعدها أش بس يخصك وانت جال الشاعر نس، كلما فكرت في حاضرنا عقني اليأس عن المستقبل، قد مشى الغرب على هامسها ومشينا في الحضيض الأسفلي. نحن أمة لا تيأس. الدليل في الآية 18 والآية 83، الآيات في سورة يوسف. الآية 18 أو جاءوا إخوة يوسف ليعقوب قالوا ليوسف كلاه ذيب يشاث وشم، مع دليل الإثبات الدم في القميص، زايد عامل الزمن شحال الوقت اللي راح، ولكن يعقوب لم ييأس، قال فصبر جميل. هذا ما كان، تمسك بالصبر، تمسك صبر، والله المستعان على ما تصفون. وبعدين واش قالهم؟ فصبر جميل، آية 83، عسى الله، شوف الأمل، وعلل النفس بالأمل أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بعدما اجتمعت عوامل اليأس، ربنا أنطق يعقوب بهذه الآية الأمل، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يلا سيدنا يعقوب جمع أولاده زرع فيهم الأمل، قالوا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يزرع فينا الأمل في الوقت الذي اجتمعت عوامل اليأس. عندنا قرآن ما نخافوش. إذن كيف يعني الأمة مهما سمعتوا الآيات سورة العمران، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح، ما تقلقوش، ولكن لابد أن نعمل، لابد أن نعمل. في سورة الإسراء الآية 82، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وبعدين حبينا السكينة، نروح الآية 40 من سورة التوبة ولا نروح الآية 4 من سورة الفتح؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو علاج حتى من ناحية السيكولوجية. نحتاج إلى هذه القوة السيكولوجية النفسية التي تزرع فينا الأمل إلى العمل. نعم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم. بعد ذلك الخاتمة، نعمل، نتخذ الأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب، يكفى ووال. نعمل الآية 105 من سورة التوبة الصفحة اليمنى، ربي قال وقل اعملوا، اخدم، قال خدموا الدنيا والآخرة عمروها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أم بعد قل يا ربي درنا كاع اللي علينا، خلاص يكفي. إذا اجتهدتم في تحقيق ما تستطيعون حقق الله لكم ما لا تستطيعون. الآية 82 من سورة ياسين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وخاتمة الخاتمة الآية 11 من سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. واحد من شيوخ الأزهر كبار قال سمعت تفسير هذه الآية من الشيخ الفاضل الورتيلاني، حبيت نختم بها، ما حبيش نقول تفسير اللي قال له خاطر سيطول المقام، كاش نهار إن شاء الله. الآية هذه شفوا عليها، الآية الراعدة من سورة الرعد، الآية 11، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. السلام عليكم.